شو بتقول الأفلاك لمواليد الثور بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2020؟ عزيزي الثور، عندك حظوظ بهالشهر، بس حظوظ مقنعة يمكن أنت ما تنتبه لها وتفوت فرص لازم تاخدها بعين الاعتبار. بتتأرجح هالشهر بين معطيات جيدة بتحبس الأنفاس وبين أخرى يمكن تشعرك بعدم القدرة على المواجهة. بتمارس نفوذ شديد بيثير بعض الحساسيات حولك، أو بتفاخر بنفسك قدام ناس بيمدحوك في الظاهر وبينتقدوك بالخفاء. بدك تنتبه، ما تصدق كل الناس شو ما قالوا. كون حذر جدا، خاصة ابتداء من تاريخ 7 لما يكف ميركور عن التراجع وبيوضعك قدام حقيقة جديدة أو قدام بعض التطورات يلي بتحتاج لمعالجة هادية وحكيمة جدا. رغم الخسوف الحاصل بآخر الشهر واللي بيؤثر على الشهر بكامله، أنت بتدرك طريقك. هالخسوف يمكن يعتم على بعض الفرص يلي بتجي مثل ما قلت لك مقنعة، ولازم أنت تستنبطها بالوقت المناسب، خاصة وأنك عم تمرق بفترة تفكير ومعاودة تقويم لأعمالك. ما في شيء بيثنيك هالشهر عن مواصلة الطريق وتحدي الصعوبات، حتى ولو اتهمت بمخالفة أو مررت بمشكلة بتجعلك بتشكك بقدراتك، لكن بتكتشف بالوقت نفسه أنه هالمشكلة بحد ذاتها فتحت عينيك على آفاق أخرى وعلى احتمالات أكثر إفادة. هالشي بيجعلك تنفصل عن بعض الشركاء أو المتعاملين معك حتى تتواصل مع آخرين أكثر جدارة. يمكن تتولى مسؤوليات جديدة بتغير الاتجاهات وتتنحى عن موقع أو عن منصب، أو بتعاود التواصل مع متعاملين سابقين على أثر بعض التطورات. لا شك أنك بتترك مكان ما أو بتخرج من محيطك المهني أو السياسي أو حتى العائلي حتى تبلش بجديد وحتى تباشر بتوجهات مختلفة. يمكن تخوض مفاوضات تسمح لك بالحصول على دعم مالي بالأشهر المقبلة. بتنتبك شكوك على الصعيد العاطفي، فينيوس في الميزان بعدين بالعقرب، يخشى من قلق بيخيم على علاقتك الحميمة. من الممكن أنه تشير الكواكب لخلاف بيحصل ابتداء من تاريخ 9 حتى آخر الشهر، مش قليل. بيكون المسبب طرف ثالث ما له علاقة فيكم اتنيناتكم. انتبه من كل تدخل بشؤونك بهالشهر، خاصة إذا كان من أشخاص بيعتبروا حالهم أصدقاء. هالتدخل يمكن ينقلب سلبا عليك. حاول أنك تحمي حياتك العاطفية والزوجية من بعض التطفل الخارجي. الأفلاك بتشكل معاكسات بتأثر على حياتك الاجتماعية كمان، وبتحمل لك خيبة من أحد الأولاد أو أحد الوالدين حسب كل واحد منكم، ويمكن يكون للعنصر المالي أثر عليها أو يكون هو المسبب. بس بعض مواليد الثور بيعرفوا تغييرات إيجابية بعلاقة عاطفية لألون بسبب المثلثات يلي بتحدثها كواكب فينوس، يورانيوس، مارس وبلوتون. انت بتعرف انه المثلثات بين الكواكب، يعني بس يكون كوكب ببرج والتاني بعد 3 ابراج، بنحسب الاول التاني التالت، بيكون الوضع جيد. هالمثلثات منيحة لك، شرط تعتمد الروية والليونة والتفهم اذا تصرف الشريك بطريقة منفرة. يعني مطلوب منك انك تصبر شوي يا عزيزي وما تنفعل. احد الزملاء يمكن يغازلك أو يحاول التودد. بتشعر أنك غير مستعد للتجاوب أو للبدء بقصة حب بتشكل تشابك مع المصالح أو تشابك بالمصالح. إنما تتبدل الظروف بأواخر الشهر وحتى إرادتك تتغير، فبتتقبل شيء كنت ترفضه بالسابق على الأرجح.